شكرا. فاطمة السلام على سيد المرسلين. أيها الأخوة، أرحب بكم أجمل الترحيب وأشكركم على تلبية دعوتنا هذا المساء. ولعل البعض منكم يتساءل عن سبب هذه الدعوة. صوت. لعل البعض منكم يتساءل أيها الأخوة، لعل البعض منا يتساءل عن سبب هذه الدعوة وفي هذا المساء بالذات. وردا على هذا التساؤل نجيبه باختصار بأن تواجدنا هذا المساء هو للتأكيد على الثوابت التي ارتضاها الشعب الكويتي. ثوابتنا ثلاثة: بالتمسك بدستور الكويت الصادر عام 1962، وبالشرعية الدستورية بانتخابات حرة لمجلس الأمة، وليس لأي قيلة بالذات. لنؤكد بأن إخوتكم الذين التزموا بنهج هذا النهج وبالسير على طريق تحقيق الثوابت هم مستمرون بإذن الله في هذا الدرب حتى تتحقق مطالبنا بعودة العمل بدستور 1962، وهذا هو السبب الذي دعانا للاجتماع هذا المساء. قبل أن أدعوكم إلى العشاء، أود أن أعطي الكلمة لأخي وزميلي الأخ جاسم العون، ومرة أخرى أرحب بكم باسمي وباسم أخي جاسم العون وباسم اللجنة الشعبية في منطقة كيفان. والكلمة الآن للأخ جاسم العون في الأدخول. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، أكرر ترحيبي وشكري لجميع الأخوة الحضور الذين شرفونا هذه الليلة بهذه المناسبة الطيبة. ولعله من طالع السعد أن يتزامن هذا الحضور الكريم في هذه الليلة مع حدث سيسجله تاريخ هذا البلد، حدث سيسجل لنا أم علينا. بالرغم أيها الإخوة، أقول بالرغم من إمكانياتنا المتواضعة في الإعلان، وبالرغم من الإمكانيات الهائلة والضخمة التي أحيطت بالحدث الذي سيجرى يوم غد، إلا أن هذا التواجد هو دليل على تأكيد صدق هذا الشعب بعدم القبول بأي بديل عن ثوابتنا التي دائما كنا نطالب بها، وهي العودة الشرعية إلى دستور 62، والعودة إلى الحريات، وعودة مجلس الأمة بحرية الانتخاب لهذا الشعب. إن تواجدكم المكثف في هذه الليلة والتواجد الذي نراه في مخيمات الحدث يسجل هذه البادرة الطيبة بحضوركم، ويسجل أيضا قبول الشعب الكويتي بثوابتنا ورفض الحدث المحدث على هذا الوطن. لذلك أكرر ترحيبي وشكري بكم، وغدا إن شاء الله تعالى سيسجل التاريخ لأبناء هذا الشعب له أم عليه، فأرجو الله تبارك وتعالى أن يكون له لا عليه.
وشكرا لحضوركم مرة أخرى. شكرا يا الأخوة. استمعوا الآن للأستاذ أحمد السعدون. اتفضل.